لدي صدام حسين في بداية الثمانينات وخاصة في 84 كان كأي شخص عراقي متوازن، لا يوجد عنده علاقات كثيرة، وكان كل تصرفاته في محدودية يعني. فحب وحدة من طبقة وسطى يعني، مو يعني بتعائلة بس مو بتمسؤول بالحكومة ولا، ومو من جهة هم اللي يعني هي اللي يسموهم البيجات قرية العوجة مالتهم، من أهل بغداد هي. ف يعني حبها، وأنه على أساس يريد أنه يتزوجها، هي الوحيدة فقط هاي البنية يعني، ما حب وحدة غيرها بعد. فما صارت موافقة من أبوه يعني، منع أبوه يعني ما ياخذ هاي البنية خلص، وانه لازم يتركها فهي يعني بدأت تصير مشاكل بيناتهم. فحب يعني حتى في مرحلة وصل انه يعني انتحر، يريد ينتحر، واخذ حبوب شرب يريد ينتحر. وما صارت القسمة عليها وخلص يعني، هي تزوجت وراحت. بس بقت هي في بالها يعني بعد ما هاي المشكلة صارت، محدود 4-5 سنين يعني دائما يذكرها.